في توقيت على خريطة قدرك. بأي لحظة رح تكتشف إنه في حدا ما خصك فيه رح يدخل بيوم من الأيام على حياتك بدون إذن ويقلبها للأحسن أو للأسوأ، ما منعرف. بس الأكيد إنك ما رح تقدر ترجع لحياتك اللي بتعرفها من قبله. رح توقف قدام مرايتك وتسأل حالك، مين أنا؟ وكيف صرت هيك؟